أعلام بي مسكينة، يومها كملت 40 يوم. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها مسكينة، بحالي عمرها كانت قاعدة بلاصة مانتي مسكينة حياني. شوفوا وليداتي، ما هادي ما نخبي عليكم، اللي غنطولوا ونكسروا، أنا قررت وصممت باش غادي نتزوج. كيفاش؟ أنا شفتها راضبة. كيفاش؟ زعما راه أمي باقي يلاه 40 يوم، يومها يلاه كملتها، وأنت دغيا بغيتي تتزوج. شوفوا، راه الزواج حلو سيدي ربي. هي ولكن انت ما ناقصك والو، ما محتاج حتى شي حاجه، واقفين معاك كنجيو نطلعوا عليك كنصبنوا لك كنجفوا لك كنطيبوا لك، اش بغيتي بهذه المراه؟ اسمع وليدتي، انا ما نكرش هذا الشيء، ولكن هذاك من حقي وما غاديش شي حاجه لي حرام. وين با اسمح ليا. نعم اميتي، تي صغيره فيهم قبر الميره باقي خضر، اش بغيتي الجيران يقولوا علينا؟ ما عندهم ما يقولوا. بغيت تشوه بينا با ياك؟ لا بنيتي لا، هذه مع السمي عندك واللي مات الله يرحمه بنيتي. ويني ماشي دابا با، خليها على الاقل عام ولا عامين. راه كانت كتقولها امي قبل ما تموت، قالت لي انا راه غيجي عزله لكم من العزايات. اسمع وليدي، ما تحرش عليا وليداتي، راه هذا من حقي، وانت ما عليك ما دير عندي في الدار، عجلي بلا فايده، انت عجلي الدوار، بغيت تبقى ما بغيتيش وليدي الباب اوسع من كتافك. دابا هاد الهضره اللي غنقولوا للكبه، واش كتعرف هاد السيده ولا حنا اللي غتخلينا نتكلفوا؟ الحقيقه كنعرف هادي شي 3 شهور تقريبا. هاد بنتي اسمح لي با، 3 شهور يعني تتعرفها نتايا من قبل؟ واش نكرتها بنيتي؟ راكم ولادي، ما غادي ما نكر عليكم، انا هاد السيده كنعرفها هاد المده ديال 3 شهور، ومن حقي ما درتش شي حاجه اللي غتهضر سيدي ربي. ولكن من حقك با، وانما راه خاصك نخلينا حنايا نعزلوا لك باش تبقى شملنا مجموع، تجيب شي وحده تلعب علينا العشره با وتفرطك على ولادك. راه ما يمكنش با، ما يمكنش. انت هي كبيره ولا تعقل ملي كنهضر سنتوريا، انا هاد السيده صممت ووعدتهم كنخلفش الوعد ديالي. حتى وحده ما تجيب بلاصه امي، حتى وحده ما غتجيب بلاصه امي. صافي دول كلام الله، صافي تهد من دابا، ربك تحاط على العين وعارف راسك شنو تدير. رباكم زعما راه ماشي شي واحد براني، راه هي امنا الله يرحمها. الله اكبر، امكم عرفتي الناس في الصور، لا تقول لهم اوفين، انا ما درتش الحرام، ودابا الله يعاونكم. صافي يا با، صافي يا با، صافي بنيتي، صافي يا با، كل واحد كيعرف واش كيدير. الله يعاونكم. ولا ولادي ما بغاوش. انت هي زيدك وحده اخرى عاوتاني، باقي لي غير ما كملتش 40 يوم، قال لك كيعرف وحده 3 شهور. راه قالت لي امي مسكينه قبل ما تموت راه ما كذباتش، راه قالت لك هذاك راه غادي يتزوج ويعزل لكم من العزايات. كانت تسنى امي تخبي الطريق، ما خوات الطريق. رحمك امي الله يرحمك. انت بعدا سالا تسولي فيه، انا واش كتعرفها؟ انت حيت عايشه بوحدك مهنيه مجوجه. ولا بقى فيكم الحاج يعدي مرحبابيكم، داري ديما محلوله في وجهكم. سي محمد عمره يبعد عليكم، اللي تقالت عليكم خفيفت عليا. والله هذيك اختي هذه دارنا ومطوطه وهي اللي تمشي بحالاتها. ودابا شوفي تخيتي اللي غيجيب علينا، والعالم الله شنو غدوز علينا. ما عندها ما تدوز علينا، مالنا حنايا صغيورين. خليني نمشي. حتى وحده ما تجيب بلاصه امي. صافي هني لا تاتي هي، مشيت للكوال العزايه اللي غادي يطلعوا الناس ويوجدوا لنا وشوفوا راه خالتي غادي تعاونكم العيالات. وتوكلي انت هي، توكلي شويه. صافي ما ديري في بالك والو، ما درتها على وجهي انا اللي باقا صغيره وباقا تنقرا. فبسلامة، شكرا ما مشى معك بساتي. يلا سي حامل. نعم انا غادي نمشي برك الحشوية. يلا نمشي مع خليت بنتي بوحدها وداك الشيء، ويلا غدا نمشي. ايوا واش نعم قول لي. نعم فاسحسي ولادك في الموضوع. كوني هانيه كلمة وحدة صافي صافي، وفهمتهم الموضوع كيخصني انا البنت، وهذوك راه ولادي يسمعوا كلامي. صافي راه تفاهمنا على صافي. ريحسينا الله يريحك. لا ما يكون على خير، بلاتي نعيطك على بنتي الكبيره وفاء. نعم اجا بنيتي. اجا نعم با. نعم الحمد لله. سيدي راه غنشوف صافي. لا لا خليك هاد بنتي الكبيره وفاء ان شاء الله. انا لا لا ما واقفاش ضدكم في هذا الزواج، انا باغاكم ان شاء الله ديروا تشي با ان شاء الله ليد في الليل. حاجه وحده اللي نوصيك عليها هي خوتي، تهلاي فيهم وديرهم بحال ولادك، وما يكون ان شاء الله على الخير. حتى انا راني مزوجه وعارفه بحق الزواج. ايوا ما انت راه ما لقيتش معاك المشكل، خاصني عا نشوف الاولاد الاخرين واش قابليني ولا لا. سمعي هذا الموضوع نسائي نهائيا، راه كلمتي هي اللي كاينه. بالنسبه لخوتي غير صبري معاهم، راهم يلاه ضايعين في ميمتهم، راه ماشي ساهل. سايسي معاهم ان شاء الله راه يوليو بحال وليداتك. ايوا باقي واحد الموضوع ما هضرناش فيه، حتى انا راه عندي واحد الشرط. الاول هو الاخر شرط. اما هو
عندي بنتي عزبه ما يمكنش ما عنديش فين نخليها، عندها 22 عام ضروري نجيبها معايا. وما يكون عارف ان شاء الله ما يكون عارف. قابله بنتي مرحبا بها كيما نقول ودابا تفاهمنا يعني ما تزاد عصا راسو على النبي. المهم انا هاد السيمانه راه قادو الامور كلشي ان شاء الله. يلا سلام مرسي يلا نرزقكم الصبر امين. سلام السي حامد سلام لك هاد الهركه اللي في البنت زعما هي كبيره خصني نتصور معاك انتيا الله يرضي عليك ديري لهم عقلهم ما كان يعرفوش بالاخ خوك الكبير الله يرضي عليك انت مولاه العقل كون هاني دابا ندير لهم العقل صافي الله يصلح كبير امين. راه واخا تشوفها هكاك راه مرا طيبه ماشي حتى غنجيو لها سيما وعلو نطلبوا من الله تكون مزيانه معاك ومزيانه مع وليداتك وهادشي اللي بغيتي اللي بغينا انا نبيتي غنبغي المضره لولادي لا الله يرضي عليك اي بغيتي تزيد واحد شويه اعتبروها بحال مكون ما يكون على خير ان شاء الله نتمنى نطلبوا من الله الحمد لله وليداتك راهم مرضيين ان شاء الله ما غيكون غير الخير ان شاء الله كون هاني يا با كون هاني الله يصلحك بنيتي امين. انا غنمشي نتكى شويه خويا مراد غادي نمشيو لهاد السونطر نشوفو الا بغاو يقيدونا ولا نتقيدو فيه حيت راه تعطلني داك الشيء علاش عبد خويا صافي دغيا صافي خاصني نمشي راه سمح لي ما تعرف عاد بوحدو في الدار المهم عاد ولفتك وحق الله هاك نشوف فيكم منا وكنشوف فيك كلشي عارفه اخويا عبدو اللي غنوصيك عليه تهلا في منى وتهلا في بعضياتكم وفي با وفي هذيك بنت الناس ماشي هذيك جايب لينا ماشي اش كدير شي هضره هكا تلوح من تحت اختي اخا مني صافي خلي خلي خليش منا مجموع خلي تهلا في باك وتهلا في اختك وخلي كل واحد يلقى فعلو وانا راه غنبقى نجي مره نطلع عليكم تخصكم اي حاجه في اي وقت صوني عليا ولا صوني على السي محمد وبابي راه مفتوح ليكم اللي تقالت عليكم خففت عليا وانا راه مره غنجي ما تخلينيش نمشي مشطون لهلا يخطيك علينا اختي صراحه انا راه في مكان وحال كنلقى كانتي والسي محمد اللي واقفين معايا واش غنقول لك الله يدير لي فيها الخير وصافي احنا غادي نعديك ولاك عدي حتى يدي عبد خويا الخاوه حد الدنيا خاصنا نبقاو نتشبتو ببعضياتنا راه في هاد الفتره فاش الانسان خاصو يكون واقف مع بعضياته انا معاكم ما عنديش مشكل ما نبغيش صداع وما نبغيش المشاكل ونبغى يبقى با ديما راسو مرفوع انا نقول لك تهلا في اختك تهلا في باك وفي بنت الناس خليت السي محمد كيتسنى فيا خويا يلا خليت لك الراحه الله يعاونك اختي سلمي عليه معاه مبلغ جات يلا بابا نمشي يلا يلا ماما مشيتي عليسي انا مشيت اخالتي الله يديك على خير امين عافاك اخالتي تهلا في الدراري تهلا في الجميع ان شاء الله في البرام باقي صغار ديريهم بحال وليداتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فيهم اش غنديروا راه باقي ما عندهمش العقل هذاك الشيء اللي كاين يلا بنيتي سلامة سلامة انا مره ندوز ان شاء الله خاصني ديك البالوشة بين ديال الزريط خاصني نكرمط لها داك النسال العداوي بي نيسي ساليسي ساليت وين نراعيت عمرك بنيتي ستري كديري ما كديري والو حنا كاع كنشوفك عاد دوري هكاك شوفي طيبتي الغدا وعجنتي خالتي كلها قلتها الاسماء تعاوني لا اسماء راه باقا ما مولفاش ويلا جاس معايا قايل عليك داكشي اللي كنتي كديري راسك بقاي ديري اش بغيتي اسماء ديري لنا حنا بحال عزايدين لا لا حاشا نتوما هما كلشي واسماء راه ولات اختي وراه خصها تعاونني ولا لا سمعي نقول لك بنيتي اسماء كاع ما ديري راسك في راسها اسماء راه كتقرا وما يمكنش نضيع لها المستقبل ديالها ونزيد الشقه الكوزينه الله يهديك اخالتي هي راه تصبح ناعسه وزيدون هاد العام راه عندي الباك وعندي امتحانات بزاف راه تقرا بزز بالشنشقه أكبر. شوفي نقول لك هاد الدار هادي راه عندها قوانين ديالها وزائد ولا عندك اختي الباك مسؤوليتك هذيك واش انا اللي قتلت لك امك اختي امك ما تسوسي تحملتي المسؤوليه الله يحسن العوان اختي مالي غتحمل المسؤوليه في بلاصه امك انايا شخالتي امي الله يرحمها ما كاينش ايدي تنحطها في الماء ملي ماتت تحملت المسؤوليه كامله ايوا اختي دابا راه غادي تحطيها في الماء طيب ما اناش بغيتيني ندير لك شوفي نقول لك انا مشروط عليا الراجل وبنتي نفرقوا الصبر انت يا خوك وهذيك خايتنا اللي كتجي كل نهار ولدها كيطير ياكل من العينين مالي اختي انا ناقصني البعارك وناقصني المشاكل هذيك راه اختي عزيزه عليا وزيدو راه تجي مره ولدها خصك تصبري عليه اش نقول لك ما كتقاديش من الهضره
بنتي لي شويه معزطتي وداك خوك هذاك وسمعي راه غادي نقولها لباك صافي ما تقولي لي والو حتى هو لا غنقولها ليه هاد المشاكل هاد ما خصنيش نخزنها وهي ديك دابا انا شنو درت لك كانت تنشقى وحده الراس واش بغيتي تشوفي الشقه هذا شوف شوفي الشقه هذا هو الشقه باغا تشدي معايا الذكر السيمانتي الاولى وراه بشويه بشويه عليا امال يا اختي انايا جايه نتحارب ولا جايه مجوجه خاطري شك تتفرقعي لي انا ما درت والو شنو هو تفرقعك من انا بوطه هو بلاتي غنشوفه هو نهضر معاه مهمتي مهمتي منين جاب لينا هاد العاقسه هادي وبنتها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قولي يا ولدي بغيت نسولك نعم ما كدير حتى حاجة في حياتك وليدي كنقلب على شي سونتر دخل نتقيد فيه حيت تعطلت لقيت بارست مع الموي اسمح لي حيت بنتي لي كبرتي على السونتر ما زعما اللي كيشرف ما يدخلش السونتر الله يضحك سيدي راه كنت كنقرا في لافاك غير ما يسرش الله فيها وضيعت فيها عامين ودابا كنت ندخل السونتر نقرا فيها واحد العامين وغادي نمشي نخدم على راسي انا وليدي بحال امك ما تضحكش راه كتسرق لي الضحكه وليدي وليدي فاسك الحال على السونتر واش باش شفتي كتضحكي عليا راك مرا كبيره زعما انت كتضحكي عليا راه كون حتى نخرج نولي خارج انا وياك نلعب كون جيتينا راجل كون جيتيني راجل كنت نخرج انا وياك نلعب ما عرفتش علاش غاوش على ماش كاين شوف امك شنو كتقول ياك ما كتحب لك ما عندهاش اللي دافع عليها تحل لك الفم ولا ياك مشى ما عندهاش دراري تقول هادي غنحقرها والله حتى نوريك علاش كنقدو شنو دابا غادي نولي انا مضارب وسط من الجعيانات ايوا هي اللي جمعتي راسك وعرفتي راسك مع من كتهضر الله يرضى عليك بنيتي هكاك انا بغي البنات شي طرابيه كي دايره ماشي بحالك انت اللي خاص يعاودك واحد في الطرابيه لا لا بهاي العربون زعما ونعمة التربية الشاب مش كيقول ما انا وليدي كي جاتك اسمعني نقول لك واحد جوج كلمات هذاك الزرق بغيتي تجلس مرحبا بغيتي تبقى تزايط علينا ودير فيها حكارك واعر وراك قبيح راه غادي تلقى راسك قدام الباب ديال الزنقة واش نتفاهم انا فواحد الكلمة هادي راه دارنا دار امي هادي دار امي انا تعصبيش عليا بنتي كان دار امك وكان داركم اما دابا داري انا ودار ستي حميد جابني هنايا عروسه واكيد بابا حميد ملي غادي نهضروا معاه ما غاديش يكذبنا حنايا ويتيق واحد بحالك اعوذ بالله من شر الوسواس وانا نوض توضص ليك واحد الجر كيعس سلام السونتر السونتر غيفوت عليك الحال على السونتر اش ما سونتر هذا راه شنكار نوض نوض ما تنسيش ها دارنا هاد داركم ايوا غدا حنا نشوفوا هاد الدار باش تبقى فيها بلاتي ضرب باينه خاصه من الحرب والله الا السيد شافنا ساكتين اللي بغى يطلع لنا فوق راسنا ما بنتيش عارفي عليا ما نفوتش معاه سيمانه هو وديك الجرتي اللي تعختو وزيدات هذيك خيتنا اللي كتجينا تسرح رجليها هي ودا هنايا قلت يا امي ما بقيتي ما ديري يعطى الله الفكاتي مبان لك هاد الشاف زهري وما عطاني ما زهري عطاني هكم الله يا ربي اللهم لك سيدي حميد لاباس اش هو بسم الله ماك تبغي نقولها لك نيف الله يخليك صحتك راه عارفك اش تبغي عاد دخلت تبغي مويها تشربها نجي لك حان الله يخليك صحتك الله يخليك ليا امين يا ربي ايوا واش كيداير هانيا واش غنقول لك سي حميد ما قديش عرفتك باقي مجروح من جهه المرحومه وداكشي وما قديش نزيدك المشاكل في المشاكل ما كاين باس اللي بغيت نقول لك سي حميد البنت الصغيره ما كتسمعش وعاصيه في يدي والدري كيضل مجبد هنا وانت عارف انا عندي البنت وعندي كلشي كنضل دايره بالي معاه النهار كله يعني كنبغي غير نحيد عزوي فيه وداكشي كيضل مسرح وشنو معمول لاله فاطمه شنو معمول قولي شنو نديرو هادشي ما خصنيش نسكت عليه انا نهائيا قبيله جيت نهضر معاك قلت لها انسى وليدي قلبك على خدمه ولا شي حاجه بدا يقول لي انا السونطر وضارب بها هادي وانا ما نخرجش وحناش وصلنا لهاد الملاح كاع السي حميد اش وصلنا لضربه عليا انا عزيده هنايا اسمعي لي مزيان رانا هو الرجل في الدار
كوني هذه حتى حاجه ما غتقيسك، ما ضرباه ما والو، مو ضيحمها بغى يجلس ما بغاش، ما بغاش يدير السونتر الباب يشعل كتافو، انا غنهنيك منه كاع يدير ولا ما يديرش. كوني هانيه صافي، كوني هانيه، عكوني هانيه. انا غن... واحد الطلب راك عارف. انا كشي جيت مع الضربه ديال المرحومه الله يرحمها وداك الشيء، وجيت ما تكسيت ما صبت ما شريتي لي ذهيب ما شريتي لي والو، عارف هذا الشيء. انا صابره معاك، قلت مع العزوم مع الناس وداك الشيء الله ما عرفت. عرفت بغيتك تعطيني واحد المبلغ ديال الفلوس باش تكسي، بغيت نشري واحد الدبيلجات كانوا عاجبني من اللي كان المرحوم الله يرحمه راه المسكين الاول، وكان موعدني بهم ولكن رحمه الله ناس مسكين قبل ما يشريهم ليا. الله يجزيه يرحم ان شاء الله، بلاتي نسد واحد الرابي ان شاء الله ما يكون على الخير. باش ما وعدتك كلفة اكوني هاني، وما مجيت دري يدير السونتر ولا ما يديروش، عطيني تيساع انا ما قاد على مشاكل. صافي انا غدا نسخن لك. صافي الله يخليك، ودي معاك شي كويسه تيكون صحه الله يخليك. واخا والله يهديها لك، والله مصافي ما بقى معايا يتعرق الدم عندي. الراجل تبارك الله ما كيحشم ما يرمي. صافي غنجي دابا غنفضي معاه وصافي. الله اسمع نعم امي، حيدي التليفون وجمعي راسك شويه معايا. اش كاين؟ ما معاوناني حتى في حاجه. ايوا شنو كاين؟ هذاك ولدو خاصو يحيد عليا باش نبالي بالبوق، ما صكي منين ندوز ليه. ايوا انا هاد الهضره قلتها لك شحال هادي امي، اش قلتي لي؟ يلاه فقتي من النعاس وقولي لي بعدا كاينه هاد ولدو راه معصعص لينا هنا في الدار، كيفاش غادي نديرو نحيدو؟ انا غنوريك اش ديري، اما الدريه خليها على حساب الدريه، ما نفوتش فيها ساعه. فهمتيني ملي نحيد هذاك خينا اللي راه شويه داير بالو داير راسو زعما كان مطور، راه داك الشيء عند باك حميد. أيه؟ باك حميد والسلام وكيداير. أيه؟ باك حميد بغيت نقول لك شي هضره، ملي نقول لك دويا بنتي ولي شوف الهضره ما بغاش نقولها لماما. انا جيت نقول لك عاد ودك راه كيتبسر عليا وراه ما يبغيش قالت لك الحيوان بساله. ايوا صافي إذا كانت القضية سهلة مهلة غنديرها بعينيا مغمضين. بقيتي ساعة قول ليها انت ما تقولهاش لماما راه غادا تخاصم عليا، وانا نقول ليها تبقاها بيني وبينك وخليه يتريني فيه يجري عليه. وهي دابا انا نيت هذاك العفريت تناني عليه لوبيا داك الشن، دابا غنقاد لي الطرح حميد ما بقى حميد نوض. يلا شركا واقف ليا هنايا كالقاع زعما كان حاضي اساس سيكيريتي هنا على الدار، دارنا وانا نوريك دارنا كي دايره. صدق الله العظيم. الله ما كاين بابا حميد، انت عارف معزتك عندي. طيب يرضى عليك اني عارف هادشي. وعارفني انا كنحترمك وكنقدرك. عارف كلش. هذاك الشيء انا شوف هذا الموضوع اللي بغيت نهضر معاك فيه راني ما ناقشتو مع لا مع ماما لا مع حتى شي واحد، جيت عندك نيشان. خلاتيني اش كاين؟ مشات لك شي حاجه؟ لا لا ما مشى ليا والو غير عدوى بنيتي، ما تحشمي ما تخافي، عاود قولي اش كاين؟ اش طنتيني؟ الله يرضى عليك انت كانوا بحال باباك. ايه والله داك غير دخلي في الموضوع. بلا ما نبقى ندور عليك في الهضره، بابا حميد انا جيت نهضر معاك على قبل عبد الغفور ولدك. مالو بنيت اش دار؟ قوا عليا مشكاوي اللي جاي تبرى فيه، طلع لي في الراس هذا الولد هذا. الصراحه ولكن وعدني ما تقولش لماما هاد الهضره. كوني هنا بنتي كوني هنا. عبد الغفور بابا حميد كيبقى يتبسل عليا. اشنو؟ كما سمعتي كيبقى يتبسل عليا، وملي ما كتكونش نتايا كيبقى يدور بيا ويجرني، وانا ما نقدرش نقول له هذا الشيء لماما حيت ماما الا سمعت هذه الهضره غادي تهز حوايجها وغتقول لي يلا نمشيو. شمع بنتي هذا الشيء راه صعيب اللي كتقولي فيه، واش انت متاكده؟ الله يهديك بابا حامد، واش انا غنكذب عليك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان. شوف شوف يا بنتي هذا الموضوع غندير ليه حل. شوف عافاك ما تقولهاش لماما، راه والله ماما الا سمعت هادشي راه غادي تطلقك بابا حامد. ابنيتي اش في ميت قال هادشي شي طلع لي في الراس، ملي كنصغي ملي كنت موحيه هو دير لي مشاكل. كوني هانيه بنيتي هاد الموضوع غندير لي حل صافي، بغا الزنقه انا غنسيطو الزنقه.
ونبينا عليه الصلاة والسلام. شكرا سمعي صافي بنيتي الله يرضى صافي راه سير يبقى بيني وبينك بنيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غادي يسطيني هذا الولد غيسطيني ما خرج حتى بحال خوتو. وليتي كتسد علينا الباب بحامين ما كاينش عليك. ها هو جا وجع بغافه. صافي قولي مزيان شكون؟ شكون كيسرتو علينا الباب؟ من غادي كيفاش من غادي؟ من غادي من غادي هدار من غادي ياو كيفاش غادي؟ منين جيت ترجع؟ يلا محشوتيش ها محشوتيش. علاش الضربة دي كاملة؟ علاش نضربك ونفوت نضربك؟ واش محشوتيش ملي كان فمك الله يرحمه وانت مقدر؟ حتى السيناتي ديال العيب انا دابا علاش بالعيب؟ عيب كيتشكاو منك لا الجيران لا السيدة اللي جداك ديك النهار الأول دايرة بحال بنتك وكتقجر عليها وناس درتي عليها با درتي عليها راه ما درتي شي حاجة هادي ما بقى فين زينك والله يهديك ربي انا ما درتي شي حاجة تبستر عليها واش حنا فين حنا؟ انا تبستر عليها شي حاجة اش عندك اش معتبر باك؟ با والله اقعد والله ما تقيسنيش با والله ما تقيسنيش ما تقيسنيش راه ما كاين با راه ما كاينش كنقول الأولى الثانية بزاف وصلنا حتى لهاد المهزلة هادي راه تما من الأول راه كدابين أنت شوف شوف أنت ما تزيد معايا الهضرة الأول سير ودي الله يرضيك فين نمشي؟ شوف فين البلاصة اللي تلقى لك ما عندي أنا ما عندك ما دير تفضل أوليدي سير الله يرضيك وجدتي عليا الصدقة سير أوليدي أنت جيتي على راسك الله يهديك أبو الله يهديك راه كيكذبوا على أبو هادي الله لا هاديك السيدة كنعرفها ما غاتكذب عليا ما والو وبنتها اللي جات مسكينة الدموع ديالها كل شيء أنت تعلم سير أوليدي الله يرضيك عطا واحد التصرفيقه وجرح لي الزنقه عبر عليه ولكن انا راه قديت لي الدوسي مزيان انا غنخرج عندو دابا نقول ليه غسي شي حاجه سامعكم مزيان هادشي اللي بقى لينا حنايا نعم بنتي غسيتي في شوف بنتي انا ما عنديش دليل هادشي هذا عفكوني هاني بنتي ومسحها فيا والله يصلحك مسحها فيا مزيان مشى غيزت ليهم الضربه عبرتي هذا مسمار وطرقناه ايوا دابا اش غادي نديرو عاوتاني بقى لي البعلوكه وهذيك اللي مع الدراج اللي عقل مره غادا جاي يكون كان راجل كره باين عليه حاكمه غادا جايه ليا هنا قالت لك راه دابا الخوته هذيك الشيبه العاصيه ما غنتفكوش منها بسهوله يا ويلي بنيتي قلت لك هذيك عطيها لي انا قلت لك ما نفوتش فيهم هذوك ساعتين ودابا تشوفي وقولي جالسه ماما تبكي عليا باه مراني دايره معاه واحد السر ثلاثه هو خاصني نلوي معاه اللي ما شراهاش ليا كون درت دبتي تا هو هنيتي الوقت شوفي بغيت يكتب ليا المويحين نخرج من دابا نبدا صبري بشويه بشويه حنا غنشوفوا هادشي فين غيوصلك واش غادي يكون فيه شي نتيجه ولا تا هو بحال الاولين قال لك حقا باغي ندير السونطره قال لك دارنا هادي دارنا قال لي غنشوفوا انا ولدتي ايوا بالي الا عندك شي غتقد عليا يا كمي يا كمي مشيتي وخليتيني عارفة شنو مدوزة علينا هذيك المرة اللي جاب لينا با عارفة شنو هذا اللي كنعانيو منه لا أنا ولا أختي المهم أنا أمي راه غادي نحرك مش غير باش نشوفك ونقولها لك شو هذا عافية أمي تفكرت ديك الأيام اللي كنت أنا كنبغي نمشي للمدرسة تقول لي هاكا وليد هاكا الفلوس واش شريت حتى شي بيمو ولا شي حاجة حتى كل مع الدراري صافي خلينا نجي نصرفو معاك بعض الكلمات الا كانت وصلوك قولي لي يا بنيتي تي النعسه وهذا الشيء انت ما عييتيش بيه يلا جلس ارتاحه خالتي راك عارفه
القرايه دوخت ليا راسي من الصباح وانا تنحفظ وما كنبنيش مع ما شي واحد جا خطبك ما فكرتي في الزواج ما فكرتي لا من ناحيه الزواج ما تنفكر فيه كاع ما نكمل قرايتي وباغا نوصل وخليني نسكن في كنيسي بالزواج واحد الراجل ما نقولش لك عليه لا 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 خالتي لا الله يجازيك بخير راك عما باغا نتزوج ما باغاش تزوجي لا باغا تبقى هنا باغا نبقى هنا امي شتدي نعس عليا في لاموسيتي وجالسه عليا في بيتي من اليوم ما غتبقاش نعسي هنايا وخت اخويتك اللي غتبقى تنعس هنا اختك هادي بحال هكا غتنعس انا وياها لا 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 انايا في الليل كنبغي ناخذ راحتي وما كنبغيش شي حد يكون ناعس حدايا مضيق عليا سمعتي تشغلي نعسي في الصالون وزيدون انا راني كبر منك خالتي عارفه اني ما تنقدرش نعس فوق السدادر وزيدون انا ولفت بيتي من نهار عقلت وانا جالسه فيه بيتك كيفاش انا اللي بيتك انت بنت البقره البيضاء على انا نعس فوق السدادر تقسم لي داري انت مرحه لي انا فينا مسي حبيبه وزيدون هذا راه ولا بيتي حيت هي معلمه قاعده خايبه وحنا خلينا دارنا خلينا الناموسي وكشو كدير لها واحد البيت ما نقولش لك داكشي علاش بغيتي انت مولفه في الموالات تنعسي بحال بحال داركم هذه صافي ونوضي نوضي نوضي حبيبه يلا توصلي نوضي تقعدي من هنا راني باغا نعس وعيان نوضي بحالك خليني مرتاحه بلاك نوضي 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 يلا نوضي بحالك شوفي شوفي شيخوك اش وقع لي يلا سيري والله لا هاي 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 نوضي سيري ما يبقاش ناكلها نوضي ما نمشي تحك شويه نتشفى نوصي غطايلك اخوتي انا مسطي لو كي جاسك امال معامري نعسو في الناموسيه حنا لا يا بسم الله ولي ابا هادشي اللي درتي راه ما كيدارش نقولك الصراحه نقولك الحقيقه ومن الاخر هذاك الدري اللي كطجج فيه في نصاصات ديال الليل عاد ما بغيتيه يمشي لاش خرجتي يا با ملي جبتي ما عارفه والو ويلي اش عارفه اش غاد اصلا اش خاصني نعرف اش خاصني نعرف جايه كنجري اسمع بنتي خو كله مشاكل كله مشاكل هادشي اللي دار راه ما يتصورش والله اللي كرميتي ظلمتي هبا ظلمتي واخا يكون ما عاد شنو دار ما تجريش عليه ما تجريش عليه راه ما خاصك تجري عليه الا جريتي عليه الزرقه تشدو شوف امي واخا وليدي واخا غنطولو نقصرو بنيتي انا ما غنجيش عليكم داركم هادي راه دار باك ولكن انت انت عندك مسؤوليه وعندك وليداتك وراجلك اللي غندير في كيسي اللي قبلي داك الاسره ديالك وليداتك الله يرضيك اميتي راني ما جريش عليك والنهار ان شاء الله انت وحشك انا نجيب باك بيدي تا لعندك وبرجي الله يخليك صحتك اميتي بعدي من هاد المشاكل ياك با ياك وليتي تجري علينا بديتي بخويا وتبعتيني ليه انا ياك ياك با هاد الدار ليا من سمعتي يا بنيتي هاد الدار هذا دار يا بنيتي وانا عارفه دارك ولادك خاصك ديرهم تحت منك علاش حتى هي مفرط في ولادك هي مفرطه في بنتها وانا فرط في ولدي واش فهمتي اش دار داك الاخ عندك ولدك حتى راك مربيه اش مربيه مربيه وعارف راجل ما يدير حتى حاجه خايبه الافعال اللي دار ما كيديرهاش اللي مربيه واش عرفتي واش راك كذب سيدو بنتها غتكذبهم لو كان شتي انت كون لا غتكذبهم هذوك راه نهار الاول داخلين على خزيت ابني ابني انا طبيعه الحال مرت البو ما غتبغيوهاش انا ما كنتش معارضه هذا الزواج ولكن ملي ولا الظالم اخويا وظالم اختي صافي راه صبرت قاعده مهما كان اخوك هذا خاصك دير شي حل نقولك الصراحه خاصك دير شي حل بغيتي تعرفي الحل اي شوف ابنيتي انا ما جريش عليك هادي دار باك غتمشي تقابلي راجلك وليداتك سمحي لي ابنيتي انا ما جريش عليك والنهار اللي توحشك انت وليداتك راه ان شاء الله انا نجي عندك هذا هو كلامي الاخر وهذا هو الحل ابنيتي صافي كتجري عليا لا انا خليتها لك وخليتها لمرتك وبنتها وهذوك الدراري اللي هم الله سبحانه يلا وليدي نمشيو يلا نوضو نمشيو نوضي يلا نوضي يلا ما بقاش تقول لي شي عاد دابا اخر مره هادي كرمي لعب الشيطان هادي بعدي مني هادي بعدي مني انت هي السبب هادي 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 انت السبب نهار الاول جايه وكتقولي غنديرهم بحال ولادي في التالي وليتي دايره لهم تحت الصبار ربي انا في راسي شي حاجه انا راه عايقه بك وعارفك علاش كدوري ولكن ربي كل فوق كل واحد دابا توصلك ابلاتي واختي بقيت لكم مع انا انتم مساخط مع باكم تشحفوا فيه ودرتوا عندي انا باش وصلتكم انايا وسمعي نقول لك ملي خرجتي للعيد انا ما كنتش باغا نخرج معاك للعيد هاد الدار هذا كما قال لك باي
ما تسعد سبي فيها. وزائد هذه داري انا اللي نحكم فيها ونشوف شكون اللي بغى يدخل وشكون اللي بغى يخرج. وانتي كون نهار جاي كون نهار حيطه هيك ما عندكش لي حكمك ما عندك عدوزه ما عندك راجل اويلي. انا غاده انا غنمشي. انتي غاده غتوصل غتوصل يلا ما واش طابه امي خليتي انت وبنتك سيري لعبوا فيها راسك خليتي لينا خليتي لينا وبنتي خليتي لينا وبنتي تسمع بهاد المشاكل خليت حالتي بخوتك هذاك الراجل مسكين هذاك الراجل مسكين كيبغي يسوس قطعو يا الشيخ يا سي حميد اسمع انت كاش دايره ليا انا مزيدي كما بنيتي قدامكم تقول الله سبحانه وتعالى ما عطات عليا صافي بنيتي كلشي حسبي عليا انا بنيتي صافي بالمسامحه اعتبري واحد سحبه وفاتت الله يرضى عليك بنيتي سمحي لي انت ولا خوتك مسامحك با الله يرضى عليك هادشي هذا هو المضمون فيكم كاملين وغنعوضكم كلشي ان شاء الله كلشي غنعوضوا لكم بنيتي تسبق با كلشي صافي اويداتي الله يرضى عليكم مهما كان انا باكم كنطلب منكم مسامحه كاملين الله يرضي عليكم غلطت 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 غلطه اكبر من الجبل ولهذا بنيتي ووليدي الله يرضي عليكم اخاص انت ولدي جيت عليك ورب ساعدني وليدي وطلب لي الله ونشوف وكون هاني كنوعدك ان شاء الله دير راسك انا غنتكلف بها ان شاء الله ما تخممش ما تخممش انت يا بنيتي نعاود كلشي لا بربي ان شاء الله وسمحوا لي عفاكم راني الا ما سمحتوش ما عندي فين نكون سامحينك انت عمل كبيره فيهم الحمد لله هم اللي تفكينا منها امينه بنيتي هذيك الحمد لله ما عرفتش مين تسلطت عليا وما عرفتش كندير سمحوا لي حنا سامحين انا الهدف ديالي كيف الحيره تتبقى انا الهدف ديالي تسمحوا لي سامحين سمحوا لي ودي انا ما درتش حاجه سامحين لك والله الا الله يبارك شممتي دموعك غاليين عليا دابا يفاجئها ربي وتهزي راسك بيا انا العاطل مشات حياتي باطل انا ديما حاصل حتى في جيبي واحل انا لا 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 ملينا هاد الحالة ما بقيناش باغي نكون على والدينا عالة لا 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 ملينا هاد الحالة ما بقيناش باغي نكون على والدينا